أهلا فيكم من جديد. حصلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة كأسعد دولة في العالم في استطلاع أجرته منظمة ون جالوب العالمية، وشارك فيه أكثر من 66 ألف شخص. نتابع هذا التقرير بعد ذلك، سنعود لكم. في تصنيف خلا من الدول الأوروبية، جاءت المملكة في المرتبة الثالثة كأسعد دولة في العالم ون جلوب انترناشونال العالمية، وشارك فيه أكثر من 66 ألف شخص من 68 دولة حول العالم بحسب ما ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية الجمعة. وجاءت قائمة أسعد 10 دول في العالم كالتالي: كولومبيا وجزر فيجي، السعودية، أذربيجان، فيتنام، الأرجنتين، بنما، المكسيك، الإكوادور، وأخيرا الصين. وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع التي استخدمت فيه مقاييس دولية كالحقوق العامة والتعليم والصحة والتقدم الاقتصادي والتفاؤل بالمستقبل والأمن، كشف أن السعوديين يأتون في المرتبة الثالثة عالميا كأسعد الشعوب بعد كولومبيا وجزر فيجي. كما أشارت النتائج إلى أنه تم أيضا سؤال المشاركين عن الثروة المادية والاستقرار الأمني، وكل النتائج جاءت متقدمة لصالح السعودية عربيا وعالميا. وأضافت نتائج الاستطلاع أن 70% من السعوديين متفائلون بمستقبلهم في بلادهم، في حين 14% غير متفائلين، و15% يرون أن الوضع سيظل كما هو عليه دون تغيير. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو المستشار والمحلل الاجتماعي الدكتور أحمد القاضي، كذلك سينضم معنا عبر الهاتف بعد قليل الكاتب والمفكر السعودي الأستاذ نجيب الزامل. حياك الله دكتور أحمد. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ حياكم الله. عساك طيب إن شاء الله. كيف معدل السعادة عندك إن شاء الله؟ مرتفع؟ أسم؟ كيف معدل السعادة؟ لا السعادة طيب والله مبروك للجميع يعني. الحمد لله. طيب أبي رأيك في البداية، هل تتفق مع التصنيف؟ وهل هذا التصنيف فعلا يعكس الواقع الحقيقي؟ والله إلى حد ما طبعا أنا أعتبر أنه المواطن السعودي أو المواطنة السعودية يعني يحظون لله الحمد في سعادة ويتمتعون في سعادة طيبة يعني. على اعتبار أنه السعادة مفاهيمها ترى مختلفة من بيئة إلى أخرى، من مجتمع إلى مجتمع، مجتمع إلى آخر يعني. ولكن بشكل عام انا ارى الحمد لله متوفر كل يعني ركائز السعاده اللي الشخص يبحث عنها، ولكن نتطلع الى الافضل، لا يعني الدرجه اللي حصلت عليها من هالمنظمه هذه انه يعني هي النهائيه، ولكن السعاده دائما هدف مطلوب لكل شخص، ومهما وصل السعادة يبحث سعاده افضل يعني. جميل. طيب المعايير اللي استند عليها هذا التصنيف، هل ترى أنها منطقية؟ وأذكر لك منها: الحقوق العامة، التعليم، الصحة، التقدم الاقتصادي، التفاؤل بالمستقبل، والأمن. نعم. هل ترى أن هذه الركائز الأساسية؟ الأمن أنجبت بالأخير ويفترض الأول يعني. والحمد لله يا ابن الشيء اللي اللهم لك الحمد يعني نفخر ونفاخر فيها ونحمد الله عليها. لا شك يعني الأمن والأمان في هذا البلد الكريم. لا شك نعم. لا بالعكس، هذه ركائز طيبة يعني ومهمة جدا، وهي اللي يعني يعني تحيط بالإنسان بحيث أنه يشعر بالسعادة. السعادة ترى هي يعني لها زي ما قلت لك مفاهيم يعني عديدة، والشخص نفسه يتكيف كيف يسعد نفسه يعني. لو نظرنا مثلا إلى مقولة شيخ الإسلام بن تيمية، يقول: جنتي وبستاني في صدري. فأنا أقدر أسعد نفسي أتكيف في الموضوع اللي أنا بيه يعني، أتكيف مع البيئة اللي أنا حوالينا، أنا أكيف نفسي. فلا أنت لما تحمل هذا يعني رجل حكيم، رجل شيخ من مشايخ الإسلام ومرجع يقول هالكلام هذا، فأنا أتصور فعلا الإنسان هو قادر يكيف نفسه وقادر أنه يسعد نفسه بالطريقة اللي هو يحبذها. طيب أنا بعطيك نسب مئوية، وأبي هالنسب المئوية تستنبط منها بعض الاستنباطات. كان من ضمن نتائج الاستطلاع أنه 70% من السعوديين متفائلين بمستقبل بلادهم، في حين 14% وهي النسبة الأقل أو الدنيا 14% غير متفائلين، و15% يرون أن الوضع سيظل هو بدون تغيير. النسبة أخرى
نعرف أنه تقريبا نسبة الشباب عندنا في المملكة عالية. قرابة 70%، يعني يقتربوا ما بين 65 و70 على اختلاف النسب، لكنهم هما النسبة الأعظم. فمن هذا المزيج ما الذي يمكن نستنبطه؟ نستنبط فعلا التفاعل هو الشريحة الكبيرة اللي متفاعلين 70%، ومن حقنا أن نتفاعل لأنه البلد لله الحمد مقبلة على 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 تنمية غير عادية، ومن يقرأ ويشاهد ويلمس هل التطور وهل الإنجازات وهل المشاريع وهل الأمور هذه كلها تصب في صالح المواطن، فمن حق أنه المواطن فعلا يتفاعل. و يعني البلد مهيئة للأمور كثيرة في 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 مجال حقوق الإنسان، في مجال ترفيه الإنسان، في مجال الصحة والتعليم وغيرها. وزي ما تفضلت الركيزة الأولى إنه البلد مستقر لله الحمد، ويعني يعني احنا لو اخذنا طال عمرك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بات في 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 سربه آمنا ومن يعني وموفور الصحة وهذا، فمعناته أنه هذه كل الثلاث ركائز هذه موجودة يعني. جميل. اللي هي الصحة والأمن. طيب أنا أستاذنك ينضم معنا الآن هاتفي الأستاذ نجيب الزام. أستاذ نجيب مساك الله بالخير. هلا حبيبي خالد، هلا عيونك، كيف حالك؟ يا هلا والله، حياك ربي، مشتاقين لك. والله مش واضح، أنا أحب من طرف واحد حتى السعادة عندي اليوم شوي يعني قليلة. لا أنا الإمبير السعادة ارتفع يوم سمعت صوتك. طيب هلا حبيبي، هلا سنجيب. يعني ما بين السعادة والترفيه أكيد علاقة، لكن ربما من الظلم للسعادة أن نربطها فقط في التربية في الترفيه. يعني عندنا يعني كما هو معروف أنه ربما البعض يرى أن مصادر الترفيه قد تكون شحيحة، أربطها الآن بهذه النتيجة، هل تتفق أنه فعلا هذا هو المكان المناسب لنا كثالث أسعد دول العالم؟ شوف حبيبي، أول خلنا أروح الترفيه والسعادة. الترفيه هو البحث عن السعادة، يعني ضايق صدرك أنت ما تريش تسوي فتبحث عن السعادة، إذن هنا عملية بحث عن السعادة. وفي ناس هم سعيدين بأنفسهم، سعيدين بواقعهم، سعيدين مثل لما كتبت اللي بتويتر، فأنا ما يهم من رأي جيروب ولا إحنا حطونا أول ولا آخر. المهم لما تجي أمك وتقول لك إحنا أحسن مكان في الأرض وتشوف أمك مستانسة، تمام؟ هذا أنا عندي سوى الدنيا مغنية. في فرق بينك تبحث عن السعادة وفرق إنك تكون سعيد. هل أنت سعيد لأنك في وطن يعني في حظ أكثر من الناس ولا؟ هل أنت سعيد لأنك محاط ببيئة أحسن؟ هل سعيد مش لازم أحسن؟ هل أنت سعيد لأنك من أهل ممتازين؟ هل أنت سعيد لأنك تحت صديق خالد العقيلي مثلاً؟ وهذا سعادة بحد ذاتها. يعني لكن لما يكون ترفيه حبيبي، ترفيه لا، أنا ضيق صدري بروح تحت التلفزيون، أنا مش إنه بروح أسافر البحرين ولا أسافر دبي، أنا أسافر البحرين على كل حال بس أنا ساكن هناك. هنا يصير عندك أنت نقص في السعادة فتذهب بالبحث عن، لا عيب في ذلك ولا ضرار، لكن أن تكون سعيدا بنفسك. يعني لما يقولون أول الناس كانوا سعداء والحياة بسيطة، ما كانوا يبحثون عن الترفيه بس كانوا يبحثون عن كانت الحياة مريحة، كانت ما عليها مثل ضغوط. السؤال هل أنا علي ضغوط أكثر من اللي على في دبي ولا على في أمريكا؟ ما أدراك، يمكن اللي في بلد سعيد نعتقد أن السعيد يسافر له، يمكن الناس هناك مضغوطين أكثر. يعني حنا لما تسافر لبعض البلدان بحثا عن السعادة بحثا عن الترفيه تجد الناس اللي فيه هناك قد يكون من أكثر الناس شقاء، من أكثر الناس حزنا، لا يتمتعون بما تتمتع به أنت. عرفتون؟ طيب. فأنت إذا أيضا بعد السعادة تقدر تسافر، لكن لما يكون همك فقط البحث عن السعادة فإنك لن تجدها. السعادة هي لحظة موجودة في طيب مكان. سنجيب ما عادش بقول شيء واحد. إيه؟ بالعكس حتى يقول لك الرحلة للسعادة هي السعادة وليس الوصول إليها. جميل. طيب أبيك تقف لي مع هالنسبة، 70% من السعوديين اللي تم إجراء للسبيان وشملهم للسبيان متفائلين في بمستقبل بلادهم. احنا نشهد حراك الآن وحراك مستقبلي، وسمعنا عن تحول وطني والمملكة 2020 ورؤية اقتصادية جديدة ورؤية كذلك في العمل الحكومي، منظومة العمل الحكومي بشكل عام. يعني كيف ترى هذه النظرة التفاؤلية بالمستقبل القادم؟ أقول لك انت شوف حبيبي، الآتي ليس بيدك ولا بيدي، المستقبل ليس بيدك وليس بيدي، وما مضى قد مضى.
نحن نعيش اللحظة اللي نحن فيها. إذا حلنا اللحظة اللي حنا فيها تؤهلنا أن نكون سعداء، فيكون اتباعا المستقبل سيكون سعيدا. لكن المستقبل شيء وهمي، المستقبل مش موجود يا خالد، هي تصنع. فإذا كنت سعيدا الآن ستصنع مستقبلا سعيدا، إن كنت تعيشا الآن فأنا أضمن لك ستصنع من الآن مستقبلا تعيشا. فهي أنا مهما قلت أنا أبقي اللحظة، إذا أنت اللحظة سعيد واللحظة تكون في مكان، في مكان تحب هذا المكان وأنت تنتمي لهذا المكان، وأنت أنت شيء طبيعي وشيء غريزي أنك ستعمل من أجل أن تحافظ عليه. أنت عندك بيت وسعيد في بيتك وتحافظ عليه، ما تبغى أحد يعتدى عليه، ما تبغى أحد يوصله، ما تبغى أحد يستحمه، ما تبغى أحد ينكد عليك فيه، فتحافظ عليه أنه يعيش أطول، لأن هذا مصدر سعادة. دائما أقول يعني التنبؤ في المستقبل شيء جميل والتفاؤل شيء رائع. يعني وأنا من المتفائلين، ولكن أقول إذا لم تكن متفائلا بطبعك من الداخل فلن تجد لا في الماضي ولا في المستقبل. إن لم تكن لحظة لأنت تعيش سعيدا فأنت تخطط للسعادة في المستقبل. جميل، شكرا. شكرا سيد نجيب الزامل الكاتب والمفكر السعودي، يعطيك العافية. دكتور أحمد، أخيرا تعليق حول هذا الموضوع، إذا كان لديك تعليق فيما يتعلق بالنظرة التفاؤلية لكثير من الأمور المتغيرات الإيجابية. إحنا نطبق تفاؤلوا بالخير تجدوه، يعني إحنا نقول المقومات موجودة والعجلة متحركة والحراك موجود والفعاليات موجودة والمهرجانات موجودة، كل هذه إذا أخذنا إحنا يعني مقياس السعادة أنها بالترفيه، فهذه يعني المملكة تقوم عليها، لا كل مدينة في مهرجان وفي الإجازات في غيرها، لا يعني أنه في سفر كثير من شريحة معينة من المواطنين إلى الخارج. أنا بس مطلبي الوحيد ربما أنه أساس نضع يعني استقرار شوي للسياح وغيره، يعني شوي التخفيف من الضغوط ولا على الضوابط، يعني أرى أنها بالوقت الحاضر غير يعني غير مناسبة. طيب بربطها أخيرا على أساس أنه يعني وقتنا تقريبا انتهى. النكتة، صناعة النكتة عند السعوديين نتوقع مبدعين في صناعتها جدا، ويمكن قبل كنا أخوانا المصريين كانوا يتميزون فيها في الوطن العربي بشكل كبير. الآن السعوديين في موضوع صناعة النكتة وتجد يعني نسمها طقطقة عندنا بهالأمور موجودة، يعني في حتى احترافية في صناعتها. هل هذه لها ارتباط في باللي نتحدث عنه؟ أول شيء أمنها خروج أو تنفيذ، طلعت تنفيذ مثلا خبرات إحنا بعد التواصل الاجتماعي هذا، طلعت خبرات كثيرة يعني، وبرز أسماء معينة أصحاب صناعة النكتة. يعني هذا منطلق. منطلق الثاني يعني أنا أتصور لو يفتح المجال شوي للمسرح ربما نشوف إبداعات أكبر ونشوف، أقول يعني المسرح سواء المسرح التابع شو اسمه جمعية الفنون أو المسارح العادية التابعة للجامعات، يعني من أول على أيام أنا كان في كان في إبداع وكان فيه، فأتصور هذا من توطين السياحة، والسياحة اللي تعتمد على أقول تنعكس على السعادة. جميل، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد القاضي المستشار المحلل الاجتماعي، يعطيك العافية. الله يرزقنا وياكم دوما السعادة والرضا. فاصل قصير وبعد الفاصل لنعود.